هل تتذكرون معي مشاهدينا مقطع الفيديو الذي عرضناه عليكم منذ أيام لأحد المواطنين بعدما أثار جدل بشكواه منتقدا ظاهرة تشغيل القرآن الكريم في المقابر؟ اليوم رصدنا لكم فيديو آخر، وهذه المرة فحوى الفيديو فيه اختلاف بعض الشيء عن الأول. كيف لنتعرف على هذه القصة الغريبة؟ لقطات مصورة من داخل إحدى المقابر أثارت امتعاض العراقيين يوم أمس وأحدثت ضجة في منصات التواصل الاجتماعي. مواطن عراقي أثناء زيارته لفقيدة في المقبرة تفاجأ بأصوات غريبة لم يتوقع أنها من داخل المقبرة، وبعد تقربه عن كثب تبين له أن هناك من قام باختراق السماعات في داخل المقبرة، وبدلا من إذاعتها لآيات من القرآن الكريم استبدلت فجأة بأصوات ومقاطع من الأغاني الشعبية العراقية. وهل يعقل ذلك؟ بالتأكيد لا، في المقابر لا يمكن سماع الأغاني، والمعتاد هو سماع مقاطع وآيات من القرآن الكريم، لكن هذا ما حصل. أمر غريب جدا، من يجرؤ على انتهاك حرمة القبور والمدفونين هناك والأموات أيضا وهم في قبورهم؟ هل غاب الضمير وانعدمت الأخلاق؟ تساؤلات كثيرة طرحها عدد كبير من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا، ممتعضين من قيام بعض الأفراد وهم بالتأكيد مجهولين باستبدال صوت القرآن بالغناء في المقبرة كما شاهدنا، وبعد ورود شكاوى قديمة من الأهالي من تلك الأصوات العالية للذكر في المقبرة. ردود حول هذا الموضوع رصدنا لكم جانبا منها، والبداية ستكون مع محمد حسين وعلق عن هذا الموضوع قائلا: محمد يقول وصلت بكم الخسة والنذالة إلى القبور، الله أكبر عليكم، حرام، اتقوا الله، الميت محتاج الدعاء والقرآن وليس لسماع الفحشاء وصوت الشيطان، شجاه الناس، لا تخاف، لا تخاف من الله ولا تخاف من عبده، استغفر الله. أيضا تعليق آخر من حسين كينج يقول: حسين مستحيل تتهكر لأنه ما مرتبط بشبكة الإنترنت، ونظام السماعة قديم يعتمد على شريحة الذاكرة الرام، التفسير المنطقي أنه واحد صعد لها وبدل الرام. تعليق آخر من أحمد نعمة يقول: أحمد والله عاشت إيد الهكرة، الناس ساكنة بالمقبرة و24 ساعة قرآن، استغفر الله، ولا تقدر تنام لا ليل ولا بالنهار، هيش عاجبكم أحسن؟ تعليق آخر من أكرم الحلفي يقول: أكرم ضحكة طويلة جدا، شر البلية فيما يضحك، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، يعني أكو شيء بعد ما صار بالعراق؟ الله المستعان، شلون ما تنقلب بينا الدنيا؟ لا، ويريدون رحمة الله، أسفي عليكم،